شكل واحد من اللاعبين المصريين المحترفين وهو أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر بيسجل هدفه الثاني مع نادي قطر في قطر القطري في المباراة اللي جمعت فريقه مع الشحنية امبارح السبت ضمن منافسات كأس قطر. الحقيقة أن أحمد عبد القادر بيقدم مستوى جيد جدا وعروض مميزة جدا مع فريقه قطر القطري منذ انضمامه للدوري القطري، وأحرز طبعا هدفه الأول في الجولة الثالثة من الدوري القطري قدام فريق الشمال. امبارح بيحرز الهدف الثاني. بيتألق أحمد عبد القادر وأقدر أقول إن هو بيلاقي نفسه من جديد، وده كان شيء مهم جدا. أحمد عبد القادر موهبة كبيرة جدا، يمكن البعض شايف إن عبد القادر محتاج تعامل خاص أو محتاج إن هو ياخد فرصة ويظهر، ويمكن ده فترة كبيرة جدا ما كانش موجود مع مارسيل كولر في النادي الأهلي، وشفنا عبد القادر كان بيظهر على فترات ولكن كان غير موفق، كان محتاج إن هو ياخد الخطوة دي عشان يستعيد تألقه ومستواه من جديد.